مرحبا برج العذراء، أهلا فيكم في قراءتكم العامة. القراءة راح تكون حق الطالع والشمسي وأيضا القمري. راح أبتدي بالجانب العملي المالي في الوظيفة أو المشاريع اللي بانتظاركم خلال الشهر. أول شيء عندنا Ace of Swords، السيف الأول. برج العذراء، أنت خلال هذا الشهر في العمل أو في الوظيفة وأيضا في المشروع تعبت وسئمت من محاولة الآخرين أن يخلونك تسوي الأمور على طريقتك. بالعادة أنت من الأبراج اللي جدا عفوية ومتعاونة، نعم، ولكن هذا الشهر كأنما أنت مستعد أن تعمل الأمور من خلال منظورك الخاص. إن كان فوقك رؤساء في العمل، شركاء في العمل، أو شخص دائما يعطيك تعليمات من ناحية المالية، واحتمال حتى الشريك إذا كان هو دائما اللي يقيد الاتجاه المالي. أنت خلال هاي الشهر راح تأخذ هاي الكفة مرة ثانية وترجعها نحو نفسك، يعني راح تأخذ الكنترول على حياتك العملية. أشوفك هني دائما كنت تنصت إلى الآخرين وتسمع نصيحتهم لفترة طويلة من ناحية الأموال، الوظيفة، احتمال حتى تخصصك في الجامعة. هذا الجانب العملي أنت لم تقيده بنفسك لفترة طويلة. خلال شهر القيادة راح تكون في يدك أنت. أنت راح تكون مصر على هاي الموضوع. وأيضا أنت كأنما هني عندك كرت العدالة، بما أن كأن هني عندك شوية لوم للأشخاص اللي حولك أن نصائحهم ما كانت دائما لمصلحتك أو تفيدك بالطريقة المطلوبة. خلنا نشوف بعد ما هي الرسائل. بالضبط، لأن الأشخاص اللي حولك وإن كانت نيتهم طيبة، ولكن استماعك لهم طوال الوقت كان دائما يدخلك في دوامة ما تطلع منها. احتمال الوظيفة اللي مثلا يرشحونك لها ما تسعدك، وإن كان هم يرون فيها مصلحتك. أنت خلال هاي الشهر راح ما بين ثلاثة السيوف أنت راح تسحب السيف الأول، راح تطلع للعلن، تطلع أو تواجه هؤلاء الأشخاص عندك كارت المواجهة وتخبرهم برغباتك الحقيقية، شلون تريد أن الأمور تمشي من الحين وطالع بخصوص حياتك، حياتك العملية، حياتك اللي فيها وظيفة، حياتك اللي فيها دراسة. أنت كأنما هني تقول لهم هذا الأمر مثل الزواج ما يصير أحد يفرضه علي. عندك أيضا وجهة نظر جديدة بخصوص الموضوع، احتمال تريد أن تغير مشروعك الحالي أو وظيفتك، مو بشكل كلي التغيير. أنت لحد الآن أشوفك محافظ على الوظيفة الأولية أو الأموال اللي عندك، ولكن تريد أن تبني عليهم، تكثرهم وتزيدهم، ولكن عندك فكرة مبتكرة. الفكرة المبتكرة هذه راح توصلك إن شاء الله إلى مرادك، ولكن في نفس الوقت يا برج العذراء كأنما هني أحس الناس اللي حولك مشكلتك مو في الفكرة، فكرتك للمشروع أو من أجل تطوير نفسك ترى صحيحة ومبدعة، فيها إبداع وفيها سهولة حركة، ولكن العائق الوحيد بينك وبين أحلامك المالية وطموحاتك أو ما تريد أن تصل له في الحياة هو هني هاي المرحلة، مرحلة الناس اللي حولك اللي دائما يريدون أن يحسسونك بتأنيب الضمير، دائما حسسونك أن أنت يا برج العذراء ما عطيتنا الأداء بالشكل المطلوب، من أجل ذلك إحنا ما نقدر نسمح لك هني تحصل على اللي تريده في الحياة. أو كأنما أنت يقولون لك يا برج العذراء أنت قراراتك مثلا طائشة، أنت ما تعرف، إحنا نعرف أفضل منك، عشان كذي إحنا قاعدين نواجهك. أنت عارف نفسك وصلت إلى مرحلة النضوج، وصلت إلى المرحلة اللي تستحق فيها أن تقود عربتك الخاصة، فلا تخلي أحد ثاني في هاي المرحلة في هاي المجال يقودك، لأن هني ما بين ثلاث الخماسيات وثمان الخماسيات يعني لي أن أنت على حق في وجهة نظرك لهاي المشروع، لهاي الفكرة، كأنما شرارة ابتدت عندك. راح تحافظ مثل ما قلت لك، راح تحافظ على الشيء القديم، ولكن راح تظل تبني عليه، وتبني عليه بطريقة مبتكرة، تفتح له مثلا تسويق أونلاين، تفتح له طلبات، تستقبل طلبات من دول العالم. عندك فكرة مبتكرة لطريقة ترويج مشروع أو وظيفة أو شيء أنت أوريدي ابتديت فيه من قبل بمساعدة هؤلاء الأشخاص. فأنت كأنما في الحياة العملية ستصل إلى مرحلة النضوج،
والتحرر من أفكار الآخرين، ستكون شخص بزنس، شخص مكافح من أجل نفسك. عندك كرت الإمبراطور، ستتخلص من الأشخاص اللي دائما يأمرونك إن شاء الله في الفترة القادمة. خلينا ننظر على الصعيد العاطفي، ما الذي ينتظرك يا برج العذراء؟ مثل ما قلت لكم هذه القراءة العاطفية راح تكون عامة، راح تكون في قراءة عاطفية منفصلة لشهر مايو راح ندخل فيها بالتفصيل للمتزوجين والعزاب وأيضا المنفصلين عشان تكون القراءة أدق لكم. خلينا نشوف الحياة العاطفية. برج العذراء، الشريك في الفترة القادمة سيصدمك بحقيقة ما. ما هي هاي الحقيقة؟ أنت في البداية ما راح تكون متقبلها، ولكن إنها نعمة متنكرة كنقمة بالنسبة لك. يعني هي راح أول شيء تكون ردة فعلك خوف، قلق، صدمة من الشريك. شنو راح يسوي بالضبط؟ ما أعرف، احتمال إنه يرغب بالسفر، يرغب بتغيير عمله، يرغب أن يحتك بأشخاص جدد. أوكي، راح يصدمك الشريك في الفترة القادمة بمعلومة ما، بخبر ما، ولكن هو قرار. الشريك كان مبيت النية بخصوص شيء معين لفترة طويلة، هذا القرار ما كان بين يوم وليلة، ولكن بالنسبة لك أنت راح يأتي بين يوم وليلة. ما راح تعلم أن الشريك كان يفكر في هاي الموضوع من فترة طويلة. احتمال ممكن يصدمك بخبر زواج أو بخبر شيء قاعد يصير عنده في البيت، شيء مهم كان قاعد يصير عنده في البيت وكأنما قاعد ينطبخ على نار هادية لفترة طويلة، ولكن ما راح يعطيك الخبر إلا بشكل مفاجئ في الفترة القادمة. كأنما أنت هني في مرحلة سبات، خبر خير ما تدري عن اللي قاعد يصير. ترى لما أقول مو شرط لما نشوف لحظة البرج معناتها تغيير سلبي، دائما لازم نكون منفتحين ومتقبلين لكل الخيارات في الحياة، ونعرف عندنا ثقة أن اللي في مصلحتنا في النهاية راح يصير. سواء الشريك صدمك بمفاجأة، صدمك برغبته في العمل في دولة ثانية، صدمك برغبته في الهجرة، ممكن يكون يصدمك بزواج، يصدمك بخبر بأمور مالية قاعد يمر فيها داخل المنزل، ممكن يكون أي شيء، وكل واحد السيناريو ماله يختلف. ولكن هذه هي الطاقة العامة، أن الشريك صار لفترة طويلة قاعد يفكر ويقرر شلون راح يوصل لك الخبر النهائي. اوكي، انت عندك طاقتك العادية طاقة الارض، والشريك عنده طاقة الهواء. احتمال انك تتعامل مع برج هوائي، في طاقة سيوف هنا كثيرة. الابراج الهوائية طبعا هي الدلو والميزان والجوزاء. مثل ما قلت لك انت هني يمكن الشريك عنده فكرة لمشروع جديد مع اشخاص شركاء ثانيين، يعني راح مثلا طلع يوم الجمعة تكلم مع اشخاص واتى يوم الاحد يكلمك في موضوع انا اريد ان ادخل شراكة مع فلان وفلان، عندنا فكرة جديدة. انت هني ردة فعلك يا برج العذراء كأنما تحس ان الشريك، الأشخاص اللي حولك قاعدين يحطون في بال الأفكار، ولكن هذا الكلام غير صحيح. إحنا أوقات كثير لما ما نقدر نفهم دوافع الشخص الآخر نبتدي نلوم الناس اللي حوله، نبتدي نلوم الظروف، نلوم أشياء ثانية. ولكن هني لازم تستوعب إن هذا الشخص إن هذا الشخص ينبع من رغبته، أو هذا القرار ينبع من رغبته الداخلية. انت هني كأنما لا تريد ان تعرض استقرارك خصوصا المادي، ما تريد التغيير، تريد ان تبقى في نفس الدولة في نفس الطريقة انتو مع بعض. شوف، بما ان انت عندك ملك الارض وهو عنده ملك السيوف، في مرحلة من المراحل انتو اتفقتوا على شيء، خلال سنة مثلا راح نتزوج، خلال سنة راح نهاجر، خلال سنة راح نحاول نكون عائلة او اطفال، هاي النوع من الطاقة. ولكن شريكك في الفترة القادمة كأنما سيأتي ويعطيك رغبته في قرار ثاني، وهي رغبة أكثر من قرار، لأن ما تقدر أنت تحاربها. هو يرغب بهذا الشيء، ما الذي يرغب فيه؟ احتمال تغيير شامل في الأمور اللي اتفقتوا عليها. إذا اتفقتوا على موعد زواج معين، احتمال أنه يقدمه أو يأجله
احتمال انه يطلب السفر الى دولة ثانية، يطلب منك انه تبتدي تفكر معايا برج العذراء ان انتو تعيشون في منطقة ثانية، لان اشوفه هني يريد التغيير، يريد ان يتقدم الى الامام ويستطيع، عنده كرت الملك، ولكن في نفس الوقت لا يريد التقدم بدونك. راح يحصل على الفرص، هذا الشخص شريكك راح يحصل على الفرص، راح يحصل على الاموال، الاشخاص راح يكونون دائما حوله في هاي الفرصة الجديدة، ولكن هو يريدك أنت إلى جانبه. فالسؤال هنا، هل ستستطيع أن تتخلى عن حياتك اللي حاليا بنيتها، استقرارك اللي بنيته لحد الآن، وأن تنضم إليه في رحلة جديدة؟ هذا هو السؤال لك من الناحية العاطفية. خلينا نشوف اللي بعده على الصعيد الصحي والقانوني، ما هي التغييرات والتطورات اللي بانتظارك يا برج العذراء؟ الشيء الوحيد اللي قاعدة أشوفه، وهاي سيناريو ما راح ينطبق للكل، إذا أنتوا ما قاعدين تحاولون يا برج العذراء للحمل، هني أشوف مرحلة فحوص ما قبل الزواج. فحوص ما قبل الزواج إذا أنت في هاي المرحلة مع الشريك، إنزين، فكأنما شوي راح تصير بعد بعض العراقيل الشريك أو أنت حتى، فحوصكم أو نتائج الفحوص مع بعض ما راح تركب. يعني إذا أنتوا حتى متزوجين هني وتحاولون أن يكون عندكم بيبي، راح شوي يكون في، ما أقول لك مشكلة، ولكن عراقيل لما يأتي نتائج فحصك مع نتائج فحصة، راح يكون في كأنما رحلة جديدة لازم تبتدونها مع بعض، ولكن من أجل العلاج. أنتم محتاجين رحلة مع بعض من أجل العلاج، لأن أنت بخير، أشوف صحتك تمام والشريك أيضا تمام، ولكن كأنما راح يكون شوي في صعوبة في الإنجاب أو مرحلة فحوص أو شيء بخصوص فحوص ما قبل الزواج. إذا ما كنتوا في هاي المرحلة، كنتوا عزاب أو متزوجين، فالأمور إن شاء الله كلها بخير وتمام، ولكن أيضا أشوف هني إن كأنما في مشكلة في أداء الشريك للفترة القادمة، كأنما الشريك راح يكون متعب، طاقة الشريك هنا طالع عندك، احتمال إنه برج مائي، شوي راح يكون متعب خلال الشهر القادم، مو متعب مريض كثر ما إنه يحس بالخمول. هاي النوع يتطلب منك، شوف الورق الشجر اللي تحت، يتطلب نوع من، ليس التدخل الطبي كثر ما إنه أعشاب أو تغيير في أسلوب حياته. خلنا نشوف الجانب القانوني ماذا ينتظرك. وإذا كنت أعزب يا برج العذراء، فأنت في أوج قوتك، عندك الأميرة العزباء. إذا كنت أعزب فكل الأمور راح تكون إن شاء الله تمام إلى الأفضل. خلنا نشوف الجانب القانوني. برج العذراء، إذا أنت على وشك أو داخل في قضية أو عندك أي إجراء حاليا تنتظره في النظام القانوني، الرسالة لك أن لا تثق بالأشخاص أو لا تغض البصر كليا عن الوضع. يعني كأنما هني لا تؤجل، لا تماطل، لا تخلي المسؤولية بيد شخص ثاني. دائما لما نشوف طاقة Princess of Swords، أميرة السيوف، دائما تقول لنا لازم نأخذ الأمور بدون أن نخجل، بدون أن نبتعد عن الصورة، لازم إحنا نكون في وجه المدفع في هاي القضية، أو إذا عندك أي إجراء معين، أو حتى إذا تحس أن في أي أحد يهدد استقرارك الداخلي، أي أحد يحاول أن يخرب بيتك أو يخرب زواجك، يخرب مشروعك، عندك هاي النوع من الطاقة أن في أشخاص معينين قاعدين يحاولون يخربون عليك. فأنت هني كأنما الحل لك أن دائما تكون موجود بالصورة، لا تعتمد فقط في القضايا على المحامين، لا تعتمد فقط على الأمور اللي أنت متعود تسويها، حتى لو كان مشروعك تمام بدون تدخلك المباشر، أحرص أن أنت تكون دائما موجود بشكل يومي وتدخل في أدق التفاصيل، تكون متواجد.
السيف هذا الصغير دائما يقول لنا احنا ما راح نحتاج ان نواجه، ولكن لازم نكون متواجدين حول الاشخاص اللي يهمونا، المشاريع اللي فتحناها عشان ما تنتهي بخسارة، عشان ما ينتهي كوبنا لشخص اخر يأخذه منه، كأنما عندك طاقة ان في احد يريد ان يأخذ منك شيء، سواء في محكمة او لحد الان لم تصل الى اجراءات الانفصال او القانون. ولكن هني يقول لك لا تتكل على النظام القضائي، لا تتكل على المحامين، لا تتكل على المساعدين، خذ الإجراءات بيدك وخل عندك طاقة الشك، طاقة اللي أنا موجود، أنا في الكنترول، أنا أعرف زين، عشان ما يكون كأنما هني في لعب وراء ظهرك يستغلون عدم وجودك أو غيابك أو انشغالك بأمور ثانية ومسؤوليات ثانية عشان يأخذون منك الشيء اللي أنت تعبت عليه. وحتى إذا كان أنت يأس يا برج العذراء لحد الآن ما مشى الموضوع اللي في بالك أو ما حصلت من المشروع على اللي تريده، تأكد أن في طريقة ما زين كأنما الموضوع موقف بسبب أشخاص معينين وتدخلاتهم. فلا تخلي كأسك يحصل عليه شخص ثاني، لا تعطيهم فرصة، هذه كأنما تحذير قبل حتى أن تدخل إلى النظام القانوني أو تدخل محاكم مع أي أشخاص. هذه هي الرسالة لك. وآخر شيء راح ننظر إلى من القادم في طريقك أو ما هي الأخبار القادمة في طريقك، ونشوف ما الذي ينتظرك. من القادم في طريقك ترى مو شرط يكون حبيب، ممكن يكون زميل، صديق، أحد راح يساعدك في شيء مهم، أحد راح يوقف معك خلال الفترة القادمة. أوكي بالضبط. في شخص من الماضي، في شخص من الماضي يا برج العذراء لم ينصفك في السابق، رحل عنك أو تخلى عنك هذا الشخص خلال شهر مايو، كأنما سيحاول أن يستميلك مرة ثانية، يحاول يرجع حياتك من العدم من الصفر كأنما كان مخفي، ويرجع تعرف كأنما طاقة الشبح يظهر من العدم، عنده هاي النوع من الطاقة، سيحاول أن يستميلك بطاقة خفيفة، طاقة عزومة على العشاء، طاقة رسالة، طاقة مجرد يسأل عن أحوالك. ولكن أشوفك هنا أنت يا برج العذراء كأنما ما تريد أن تكسر قلبه أو تجرحه، ولكن في نفس الوقت ما تقدر أنك تجامل هذا الشخص، لأن أنت فعلا مضيت قدما، عندك كرت العربة، مضيت قدما، صرت في مكان جدا مختلف في حياتك، مكان ما يسعيك أن ترد تستقبل هذا الشخص. في شخص انطويت صفحتك معه، ممكن يكون حتى صداقة، ممكن تكون حتى زمالة أو فكرة معينة انطويت عليها الصفحة أو انتهيت منها. يعني مثلا إذا أنت تملك بزنس وأتاك عرض عمل، انت رافض الفكرة لانك خلاص حاليا مضيت قدما، عندك مشروعك الخاص، فانت اخذ الرسالة بما يناسب وضعكم، ممكن تنطبق على مشروع، على الناحية الاسرية، حتى الناحية العاطفية، خذوها مثل ما تنطبق على حياتكم. راح اشوف الحين الكرت الاخير تبع النصيحة لك، relationship patterns. في برج قبلكم ايضا حصل على هاي الرسالة مثلها. relationship patterns هنا يتكلم عن نمط العلاقات، كأنما الملاك الأكبر هنا أو الإنسان الأكبر في هاي الصورة يمثل النفس العليا لنا، يمثل الحكمة اللي داخلنا اللي تعلم الجواب لكل الأسئلة، وإحنا هنا، إحنا هنا في أصغر حجما. يقول لك it takes strength to recognize the need for change، إحنا محتاجين للقوة، مو بس قوة، قوة وشجاعة عشان ندرك ونعترف ان احنا محتاجين نغير. اذا في امور يا برج العذراء، احنا تونا في بداية السنة لحد الان، اوكي، او بنوصل قريبا نص السنة، ولكن لحد الان كأنما الطاقة فرش عندك، الطاقة جديدة، حان الوقت ان انت تكون شجاع، تقرر مع نفسك، تصارح نفسك، ترى بينك وبين نفسك، مو لازم تقول لي او تقول لشخص ثاني او تتكلم عنه مع اشخاص وتفشي اسرارك. هنا عندك كرت النفس العليا،
نتكلم مع نفسنا، ندرك لماذا احنا دائما ننجذب لنفس النوعية من الاشخاص. في امور عندك في البزنس انت تحاول ان تأخذ فيها الكنترول، تحاول تغير فيها المسار، تحاول تكون استقلالي وعصامي من اجل نفسك. في اشخاص احتمال يحاولون يرجعون في حياتك، راح تصدهم. ولكن هنا عشان ندرك لماذا نمط العلاقة دائما يتكرر، لماذا هاي النوعية من الاشخاص دائما احنا نجذبهم، زين لماذا احنا دائما ننتهي في نفس الموقف محبطين مخذولين. لما نسأل نفسنا هاي الأسئلة راح نكون بيننا وبين نفسنا نلاقي العلاج، لأن راح نبتدي نغير رغباتنا. نبتدي أول شيء نوصف الواقع، هذا هو الواقع، ولكن أنا أرغب بشخص أفضل، شخص يريدني كما أريده، مو فقط خلينا نقول حب من طرف واحد أو رغبة غير متبادلة. لازم ندرك بيننا وبين نفسنا يا برج العذراء.